الباب تروي الباب تروي قصة الأحزان الفاطم لصاحب الزمان من غير قبرين فاطم زكية فأصبح الضلع لنا أي من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني أوقفني وهزني حنيني أوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب الدين إليك يا فضة أسر ديني إليك يا فضة أسر ديني قد سقطت فاطمة ضحية قد سقطت فاطمة ضحية فأصبح الضلع لنا حوية الباب تروي الباب تروي قصة الأحزاني من فاطمة لصاحب الزمان من غير قبر من غير قبر فاطمة الزكية فأصبح الضلع لنا للشاعر الدكتور أحمد العلياوي من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني أوقفني أي والله هلا أوقفني وهزني حنيني أوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت